انا دخلت نقرا عمري 6 سنين، كملت عمري 36 سنه، ثم بعديك نوقف قدام لجنه في مناظره يقول لي حسن دوسيك، احنا رانا دكاتره دكتور باحث نعمل في الريشيرش، احنا في تونس الاعداد نتاعنا الوزاره اصلا ما عندهاش شيفر بالضبط. عندكمش انتم العدد؟ احنا حصرنا الاعداد ابوبري في 4000، 4000 فما اكثر، 4000 راهي سي حاتم يقولوا 4000 راهي دوله قائمه الذات عاجزه باش تستقطب. المنشير تفتخر بذلك لا من ناحيه التبجح والافتخار، يتبجحوا ويفتخروا بينا عنا وعنا وعنا، اما في ارض الواقع مقصيين، احنا ماناش معطلين، احنا رانا تم الاقصاء نتاعنا، مقصيين هي ما عطوناش الفرصه نتاعنا. قديش عمرك ساعتها؟ انا عمري 38 سنه، ومعناها بعد 30 سنه اختصاص فيزيك نمشي نحل نبيع في الملاوي، اقسم بالله، ونتسمى معناتها نتسمى بارابور لغيري زملاء نتسمى طاير بهم طيران، ثم شكون تخدم فام دو ميناج دكتوره في 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 في, في, في البيولوجيا. معناها طيب الملاوي ونطيب ونشرج ونبيع وكذا، ما لقيناش، نمشوا نسرقوا ونمشوا ناخذوا. وضح لي وملاوي شيحه تسميها ولا فيها لا ساندويتشات ساندويتشات اي ساندويتشات لا باس دخلك شويه فلوس والله قايم بالعائله اما كل يوم نموت ونحيا اربع خمسه مرات كيفاش 30 سنه نقرا في الفيزيك ومن بعد نمشي نبيع الملاوي وما ثماش حاجه خدمه لا هي خدمه مش عار اما مانيش متزوج عندي زوج صغار اي معايشهم بالملاوي اي ونحشم نقول ولدي عايش ولدي جا نقريك ولا برا اقرب يقول لي خاطر بابا وين باش نوصل انا انت فاش تخدم